عليكم ورجعت لكم في الطباع دراجون بول سوبر 17. خلونا نبدا. بالنسبه لحلقه 17 كانت حلقه تمهيديه بسيطه، ما في كثير يعلق عليها، لكن انا ما اقدر اخيب ظن حبايبي عشاق دراجون بول ولا اكلمهم عنها. هي لو كانت فيلر ما كنت بتكلم عنها، فيلر ما راح اتكلم عنها، لكن هي حلقه تمهيديه. انا بعطيكم نظرتي للحلقه التمهيديه. انا اشوف انهم مسخوها شوي مع تشيتشي. تشيتشي خلي زوجك يتدرب فكين. انا فاهم ان الهدف اللي تبينه نبيل، انا فاهم تبين تبنين اسره عدله، انا فاهم كل اللي تبينه واللي تبينه الصح ومنطقي، بس خلي الرجال يتدرب يخرب بيتك. لو بكره جاك بيروس او ويز قدر يتلعب في جيتا ويحاول الى حاكم دمار، من بينقذ الارض؟ من بينقذكم؟ خليه يتدرب. يعني لا، اذا ما فاز انت ضعيف، انت 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 من تبكفو، من يعتمد عليك كوكو صان. واذا يتدرب قالت لا 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 لا، صعب فهم عقلك. ايضا بولما ضحكتني كثير لما اصدموا فيها النصوص، قلت يعني صحيح امرأة جميلة ثرية اتيكيت من الطبقات الحلوة وعندها سيارة ولا احلى ما يكون، تيجي انت تضرب فيها خبر انت؟ خبر انت؟ دائما المجرم يقع في شر اعماله بسبب خطأ سخيف، وهذا فعلا حقيقة مثبتة عالميا. كثير من المجرمين اللي كانوا يظنون انهم فوق القانون فوق الشبهات في حدة الذكاء يسقط فيهم خطأ سخيف، مثل ما سوى الاثنين الاغبياء هذول وصدموا في بولما. لحقتهم وقالت بولما كلمة رنانة احب احطها من بين الكلمات الرنانة في الانمي، اياك ان تتدخل بين امرأة موعد صالون التجميل. هذه طلعوا من الانمي الحين، طلعوا من الانمي. اياك ان تدخل بين الانثى والجمال. كيرلن انصدمت من موقفك انك اخترت تكون مع الشرطة. في ناس كثار لما ينصدم في عدم وصوله الى الهدف الاسمى في تحقيق حلمه يبدأ يمشي بمبدأ عندنا احنا نسميه في الخليج العوض ولا القطيعة، او ارضى باقل القليل ان لم تحصل على الكثير، فحب انه يشارك في الانقاذ والعدالة بتطبيقها بالطريقة اللي هو يقدر عليها. في كلمة خطيرة تنقال في التومينيتر الجزء الثاني وانا متعلق بالكلمة هذه، يقول النهاية هي ما نحدده لأنفسنا، النهاية هي ما نحدده نحن لأنفسنا. لا عمر لا وقت لا مجهود يوقفك عن تحقيق حلمك يا كرمان يا القسم. جوكو الحين راح مع ويز للتدرب، فيجيتا سبقه، هذا أول مرة تصير. عادة جوكو يسبقه فيجيتا يحاول يلحق وما يقدر، الحين تغيرت الموازين، فيجيتا سبق جوكو بفترة طويلة. فيجيتا لما راح ما كانت الابنة هذه انولدت، الحين انولدت وعمرها ما دي شهرين، مما يعني إن على الأقل 6 شهور، أي نصف عام. نصف عام سوبر سايجين يتدرب عند المعلم اللي درب حاكم الدمار. معليش يا جوكو انك تلحق بفيجيتا الحين امر مرة 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 صعب. لكن هل بيستطيع جوكو ان الحين يتوازن مع فيجيتا بغض النظر انه يتفوق عليه ولا لا؟ وهل سيكون فيجيتا هو بطل الحدث القادم؟ لا تنسوا ان كل حدث كان له بطل. لمتى يا جوهان وانت جالس كذا؟ بيكولو مختفي، هل بيكولو راح لكوكب النمك زي ما قلت لكم؟ ننتظر الحلقة الجاية ونقرر بناء عليها. الحين شير لايك سبسكرايب، شوفكم.